يحتمل الصدق والكذب. مسيلمة الكذاب نبي مركب أيضا. من حيث النظر إلى المركب بغض النظر عن أي شيء آخر يحتمل الصدق والكذب. مركب تام الخبر، والمركب التام الخبر هو قوله يحتمل الصدق والكذب لذاته، ويصح أن تقول لقائله إنك صادق فيه أو كاذب. فدلوقتي أنا عنده مركب وهو عايز أعرف إزاي يكون ده صحيح محمد رسول الله. أقول لك تعالى على المعلومات اللي عندك بقى، ركب المعلومات اللي عندك تصل بها إلى المجهول اللي هو الدليل يعني. طب إيه المعلومة اللي عندك؟ قال لك والله محمد صلى الله عليه وسلم التاريخ أثبت وجوده كشخص، تمام؟ ومحمد ادعى النبوة، وده ثابت، محمد ادعى النبوة بشواهد كثيرة جدا. إذا صدقت عندك هذه المقدمة، محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وظهرت على يده المعجزات، هتجيب مقدمة تانية أصلا مفطورة فيك جواك، هو عقلك أصلا أنت موجود بيها. كل من ادعى النبوة وظهرت على يده المعجزات فهو نبي. المركب الثاني ده بيسموه مقدمة كبرى في النهج الدليل يعني. فأنا ركبت بقى عندي معلومات حطيتها على بعض، ورحت راجع للأمور الفطرية اللي في عقلي، وهو كل من ادعى النبوة وظهرت على يده المعجزات فهو نبي. ما تقوليش طب ايه الدليل على كده؟ أقول لك هذه مسألة ضرورية جلية بنفسها لا تحتاج إلى تأمل. طيب خلاص اعمل ايه بقى؟ قال لك المناطق يقول لك تعالى بقى حط المقدمتين دول على هيئه دليل. المعلومتين اللي عندك دول، المعلومتين حطهم كمقدمتين. المقدمه الاولى محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوه وظهرت على يد المعجزات. المقدمه الثانيه كل من ادعى النبوه وظهرت على يد المعجزات فهو نبي. احسب الحد الاوسط تطلع لك النتيجه، وهو محمد نبي أو محمد رسول الله. يبقى النتيجة دي كانت مجهولة بالنسبة لي، أو الدليل عليها كان مجهول بالنسبة لي. عملت إيه؟ ركبت معلومات عندي بس اسمها معلومات إيه هنا؟ تصديقية، مش معلومات تصورية. المعلومات التصورية يعني المفردات، والمعلومات التصديقية يعني المركبات. يعني ايه؟ المركبات. يبقى هو علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية للتوصل. يعني انا مش ببحث عشان كده وبس فانتازيا يعني، لا انا عندي هدف. اذا المجهول التصوري او المجهول الايه؟ التصديقي. المجهول التصوري بالنسبة لي هو ممكن يبقى المفردة الكلمة دي أو النوع أو الجنس أو الفصل أو كذا أو كذا. والمجهول التصديقي هي النتيجة اللي أنا عايز أعرفها، اللي هي محمد اللي وصلنا لها في الآخر دي، اللي هي محمد رسول الله أو محمد النبي. عرفت معنى التعريف معناها إيه؟ علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية أو التصديقية للتوصل بها إلى المجهول التصوري والمجهول التصديقي. أعتقد كل كلمة في التعريف فهم معناها، أو ما يتوقف عليه الإيصال. إيه يتوقف عليه الإيصال؟ يعني اللفظ اللي أنا استخدمته ده كلي ولا جزئي؟ ذاتي ولا عربي؟ هو نوع او جنس او فصل او خاصة او عرض عام؟ ده اللي هندرس تفصيلاته في منطق الجرم.
ده التعريف الاول يا جماعه. في مشكله فيه؟ ده اسمه تعريف من حد، يعني جمع كل مسائل العلم ومنع غيره من الدخول عليه. قالك طيب هل ممكن نعرفه بالفائده بالثمره بالرسم؟ قالك اه. قالك ممكن اقول طالما انا مش عارف المسائل دي اقول هو المنطق عباره عن آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. هذا التعريف هو. ببساطة وأشرحه برضه. التعريف الثاني هو التعريف بالرسم. آلة المنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. ايه آلة دي؟ برضه في التعريف آلة اسمه جنس في التعريف، يشمل كل آلة سواء كانت آلات حسية أو آلات معنوية. يعني يشمل القلم مثلا اللي في ايدك اللي بتكتب ده آلة بالنسبة لك، المايك اللي قدامي ده آلة بالنسبة لي، الكاميرا دي آلة بالنسبة لي، المنشار في إيد النجار، المسمار في إيد الحداد أو الشاكوش أو ما شابه، بيسموه إيه ده؟ سموها آلات. آلة، وهو الآلة هي واسطة بين الفاعل والمنفعل. الآلة دي واسطة بين الفاعل والمنفعل. المنشار آلة بين النجار وبين الخشب اللي بيقطعها. القلم آلة بينك أنت اللي بتكتب وبين الكتابة بتاعتك. فدايما الآلات كده هي واسطة، لا كده. طيب خلي بالكم من الكلمة دي، هنستخدمها في الحكم على المنطق. الفقهاء حكموا على المنطق بإيه؟ بعدين ان شاء الله. يبقى المنطق آلة، مجرد آلة، أداة. بس مش آلة حسية، آلة معنوية. إيه آلة معنوية يعني؟ هيبقى في حاجات معنوية بتسمى آلات برضه. الله، هي مش إحنا عندنا العلوم في الشرع يا إما علوم المقاصد أو علوم الآلات أو الأدوات. علوم اللغة العربية كلها تسمى علوم الآلات أو علوم الأدوات، يعني إيه؟ يعني واسطة تعينك على فهم المعنى المطلوب. فتسمى علوم الآلات، ودي آلات معنوية ولا حسية؟ الآلات الفكرية، العقلية، المعنوية. طيب يبقى المنطق ده زي أي علم معيار، أي علم معيار، ميزان يعني. ميزان قاسم به الافكار. خلاص؟ طيب التعريف ده هيكون لنا وقت كبير. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. المحاضره القادمه نكمل بعد ذلك. اشرع في الكتاب، ما تقلقوش على الكتاب ولا على الامتحان ولا على حاجه خالص. احنا بس عايزين نفهم بعض. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.